من مواليد ترابلس عمره بس 17 سنة بس أفكاره كبيرة، دخل برنامج The Ideas Prize وقدر يوصل للنهائيات ويفوز بالمرتبة الأولى. فكرته عبارة عن شركة بتقوم بتحويل الزبالة لفيول، الهدف إعطاء لبنان زيت فيول يلي بحاجة له المعامل الكبيرة والتخلص من النفايات. نتعرف أكثر على هالإنجاز، نستقبل جاجلاد. جاجلاد، من أسبوعين شفناك على الام تي في بالحفلة النهائية لـ Ideas Prize، وإذ جاجلاد بيفوز بالجائزة. أول شيء بدنا نقول لك ألف مبروك، وبدنا نقول لك برافو اللي عملته. كنت أصغر مشترك بـ Ideas Prize وقدرت تفوز، قد كنت مبسوط وقديش هيدا كان كمان تحدي زيت اللي لك وتحدي كمان ضمن الفريق اللي كنت عم تشتغل معه؟ أنه مبدئياً حتى لما أول ما فتنا على Ideas Prize كانوا يسألوني بالروبورتاجات أنه شو أكتر شيء بتحبه بـ Ideas Prize، فكان على طول جواب يكون أنه أنا عمري 17 سنة وفايد بمشروع قوي، هذا الشيء بحسه كتير حلو، فدلينا نشتغل على البروجي وهيك وتنوصل للفينال وربحت. يعني ما في أحلى من الشعور الربح يعني، فايش كان كتير شيء كتير حلو بالنسبة لي لأنه فخور بنفسي. نحن كلنا شفنا، بدي أرجع أذكر للناس اللي ما حضروا الحلقة، جاد حول النفايات لفيول أويل، وعند لقيت الحل إنه اليوم كل النفايات الموجودة بلبنان فينا نحولها ونستخرج منها الفيول أويل يلي بنقدر نستعمله لطاقة. كل كم طن من النفايات وقتها بيعملوا؟ أول ماشينة قدرنا نتوصلها هي 12 طن زبالة تقدر تعطينا 5 طن الفيول، يعني بنخلص من كل جبال الزبالة بلبنان بنهار الواحد كمان بس. طب اليوم ربحت، أكيد ربحت جائزة مادية، بس كمان رح تأسس الشركة تبعيتك. مزبوط. شو رح تعمل؟ أكيد أول شيء بدنا نأسس الشركة ونجرب نتخلص من أكتر شيء فينا نتخلص منه الزبالة بلبنان. يعني مبدئيا حنبلش بمنطقة معينة أو باتحاد بلديات، بعدين حننتقل من بلدية لبلدية كمان نقدر نعمم المشروع على كل البلدية. هذا هو السؤال الحشري، العالم كلها انبسطت بفكرتك، وهلأ بس يعني كمان بس نشوفك معنا على المسرح بيكبر قلبنا انه 17 سنه. مزبوط، هيدي مدعاة فخر. انا كان هون بدي اسالك، اكيد عمرك 17؟ فرجيني الباسبور، بدك معي الهويه. النقطه بلشت من بعد ما ربحت تبحث اذا هالشركه بتتقبلها الادارات العامه ومناقصات؟ بدك بتعرف انه هول الاشياء مش انه عملنا شركه نحن بدنا نحول بيقولوا لك ايه تفضل حول. يعني مزبوط اكيد، ما انا بمجرد ما كنت بIdeas Prize هو البرنامج كان عباره انه شخص جاي وعنده فكره والبرنامج بيساعده انه كل شيء الاشياء لازم يعملها قبل ما تقدر تتطبق. فصرنا زرنا وزير الداخليه وزرنا وزير البيئه وعملنا كمان حتى اتفاق مع اتحاد بلديات جبال على هيدا البروجي، وكانوا كتير متضامنين معنا وأبدوا إعجابهم يعني بالبروجي، كرمال هيك نحن أنه قدرنا نوصل معهم على أوكي تنقدر نبلش دغري عندهم. حتى الوزير يعني عجبته كتير الفكرة وقرروا بعد بجمع بي على مجلس الوزارة. جاد صرت هلأ بزنس مان، عندك شركة ولا بعدك بالمدرسة؟ بعد المدرسة. رح تترك المدرسة؟ رح تعمل شو؟ رح تعمل كيف رح؟ ان باراليل يعني بكفي دراستي وبذات الوقت بعد. ما قالوا عيني سقطوه أصلاً. شو أهم اختراع بالنسبة لإلك لبنان بحاجة لإله غير هذا الاختراع؟ هلأ بمجرد ما تقولي اختراع يعني أنا ما فيني أرجع اخترع شيء تاني كرمال لقي حالي. بس أنت كمواطن لبناني، مواطن لبناني أكتر شيء بيعاني كمان من الكهرباء، بيعاني من الاتصالات، من العجقة، فبركي فينا نلاقي طريقة بركي نتخلص من العجقة أو فينا مثلاً حسن الكهرباء ومبدئيا يعني انه هول المشاكل. تكلين عليك شكلنا ان شاء الله. كل سنه بافيسيا. جاد انا كنت بدي اسالك، انت الفكره طلعت فيها لانه اكيد بتاخذ جايزه ولانه هالقد البلد بحاجه لهالفكره، ولا لون انت كنت حاسس بهيدي الحاجه انه انت كنت عم تنزعج وقت تشوف هالبلاستيك على الطريق على هالزباله؟ هلا لخبرك كيف طلعت الفكره لسه مهضومه. انه الفكره هي مبدئيا طلعت من درس كيمياء، يعني كنا عم ندرس بالصف درس كيمياء وفي رياكسون قطع، فصرت افكر انه رياكسون بيطلعوا منها اشياء برودوي، يعني فينا ليه ما فينا نجربها. فصرت نبش واعمل دراسات قدرت اتوصل لهالحل، فصرت اشوف انه عن جد من الزباله فينا نطلع شيء مهم، فينا نطلع شيء فينا نقدر نبيعه ونستفيد منه، انه ليش ما فينا نعمله على الاراضي اللبنانيه. فطلعت هو كل فكره بتنشا من بروبلم،
يعني اذا ما كان عندنا بروبلم مشكله الزباله بلبنان ما كنت شجعت حالي لاقدر ارجع اطور هالفكره واشتغل عليها. فاكيد بمجرد ما يكون في عندنا بروبلم بلبنان ننطلق من البروبلم تنحله ونعمل بروجي بذات الوقت. شاطر بالمدرسه جاد؟ اكيد. جاد فيك تجي تساعدني بس يكون عندهم بروجيات اولادي؟ اكيد بساعدنا بالبروجيات. بالاخر ولا منصور؟ بعمل لك هيك جاد وبرافو وبدي اعطيك نصيحه كيب يور ستاندردز هاي، خليك عم تطلع كتير عالي وما تقبل بأقل لأنه عندك الإمكانية. مرسي. راشد بحسلي شاطر بالمدرسة لكن قلت لي أكيد لكن كنت لازم تغششني تقعد حدي لما كنت صغير. أكيد هيك. باتريسيا نامور يعني شاد مش بس ذكي وحلو كمان. مرسي. برافو. هاي أنا كيف بجوية بس ما عمرك من تغشش انتبه باتريسيا بتحتي على الحبل هلا موضة ميلاد ما تشرب بتصير بسيط. جاد انا حاسه رح تكون اصغر مليونير لبناني ان شاء الله. جاش حلو. لا صراحه لو كان حدا كبير كنت رح اعمل له كمان طمزات لانه الفكره بمحلها وعن جد عايزينها. بمجرد ما شفتك وقد ايه عمرك يعني بدي اربع ايدين. اصغر مليونير وبيو مش سياسي. سؤال. نعم. جاد اكيد بتعقد انت وشكلك بعقد وبدي اشوف بعدين التذكره لاتاكد انك عمرك 17. بس بدي اسالك كيف كانت اكسبيرينسك مع بيير لانه بنعرف انه بيير هو كان البروديوسر تبع البروجرام تبع دياس برايس. لا عن جد بيير يعني كان عم بيبدي كل طاقته بالبروجرام يعني كنا نعرف كان بده فيول بعد فيول قدامه صار بس الشيء الحلو اللي ما كنت مستنظره انه بيير كان على طول معنا يعني ينزل ما بس انه والله هو بروديوسر هو خلص يعني اعلى منه لا كان ينزل يضل معنا يساعدنا ببروجياتنا هلا اربحت بدي ضلني معه كل الوقت. جاد رح نرجع نتذكر اخر لحظات لإلك وقتها فزت رح نتذكر كيف كان جاد ناطر العشر ثواني الاخيره وقتها كانت ناديا بساط عم تعلن اسمك بهذا الشريط بنتابعه سوا. MTV حبت انه بي ايدياز برايز تشجع افكار الشباب تخليهم يضلوا عندهم انتماء لوطنهم يضلوا موجودين هون ويحاولوا هني كمان يحققوا احلامهم هون. من هيك كان في ايدياز برايز سيزن 2 والعلامات اللي عم تحسب هلا رح تعطينا اسم رابح ايدياز برايز سيزن 2. الرابح هو شو في اعصاب شايف كلكم عاملين هيك. والرابح هو جاب 16.1 كعلامة نهائية اسمه جاد جلاد. Wanna be a billionaire so fucking bad by all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. جاد جلاد ألف مبروك لك. نحن فخورين كثير فيك لأنه كان عندك مشروع كنت مأمن بالمشروع واشتغلت كثير خلال شهرين ضمن البرنامج دياس برايس لتوصل للهدف يلي وصلت له اليوم. واليوم بتصور أنه أنت من أصغر الانتربرونور اليوم بلبنان مع مشروع هو من أهم المشاريع لحل مشاكل كثير كبيرة بلبنان. مشان هيك بدنا نقول لك برافو لكل شيء عم تعمله وجود لك كمان لمسيرتك مشان تضلك بهالهمة. في شغلة صغيرة بدي أزيدها كمان بدي أتشكر دكتور طلال مقدسي لانه هو عن جد ساعدني كثير بالبروجي كرمال حتى جمعني مع العالم اللي لازم اجمعهم وعن جد حط طاقته كثير فبوجه له تحيه. اكيد تحيه كثير كبيره لطلال مقدسي ولكل الاشخاص اللي كانوا بايديا سبرايز. شكرا لكم.